الهدف منها ان احنا نشارك ايا كان المشاركه وايا كان حجمها في صندوق تحيا مصر. عايزين نقول مصر لكل المصريين، يعني ده الهدف منها. فالاتحاد المصري للتوجيه التقليدي حب يعمل هذه اللمسه عشان يبقى ليه حضور. احنا طبعا كاتحاد رياضي ملناش علاقه بالسياسه، ملناش خط سياسه، فاحنا عاوزين نقول كرياضيين يبقى احنا برضو ولاد مصر، وعاوزين برضو نقول للناس ان مصر بتاعت الجميع. هل الاتحاد هيشارك في صندوق دعم تحيا مصر؟ هو الهدف كده، احنا هنفتح يعني فتحنا مفتوحه لهذه الجزئيه. معانا الاستاذ شريف عقل وداعيين شخصيات عامه اللي هي بيها تشارك في هذه الجزئيه، ومصر محتاجه كل ولادها. الرياضة للرياضيين، كل الاتحادات الرياضية وكل الرياضة لها خط مختلف عن السياسة، لأن السياسة ديت ليها قواعد ونظم أخرى وعلاقات أخرى. فإحنا بنشتغل في الخط بتاعنا، الخط الرياضي يعني واضحة. يعني النادي ده مصر للجميع، يعني ملهاش علاقة بمصر.